والله انبسطت قوي، حسيت ان انا قاعدة مع اختي صاحبتي، وبعدين لناس يعني انا اعرفها من سنين طويلة واشتغلنا مع بعض افلام، وهي شخصية جميلة جدا بس الناس بتفهمها غلط. بس انا كان نفسي اشوفه واقعد معاه واشوف من هو شيخ الحارة اللي مجنن العالم كله، مجنن كل الفنانين ونفسهم يشوفوه. انا نفسي اشوفه واتكلم معاه. مدام عفاف مصممة تعرف انت مين بعنيها.